السلام علیکم سامعین، 24 جمادی الاولیٰ اور 9 دسمبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ فاروقیہ تجوید القرآن جے پور سے قاری محمد یونس فلاحی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل ما كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ يا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط۔ صدق الله۔